نظم المجلس الأعلى للبيئة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبمساعدة فنية من وكالة التحقيقات البيئية ورشة عمل تدريبية إقليمية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية. هذه الورشة أكدت على ضرورة تدريب المشاركين على تتبع الحسابات والأنشطة الإلكترونية التي تتاجر بشكل غير مشروع بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها. تبقى مناقشة مكافحة الجرائم الإلكترونية للحياة الفطرية على قمة أجندة جميع الورش والمؤتمرات التي تعنى بقضية المناخ، فالورشة التي تم تنظيمها من قبل المجلس الأعلى للبيئة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان وضعت أهدافا رئيسة تمثلت في تدريب المشاركين على تتبع الحسابات والأنشطة الإلكترونية التي تتاجر بشكل غير مشروع بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها. طبعا أعتقد الدول العالم اليوم تعاني من موضوع التهريب الغير قانوني للأنواع المهددة بالانقراض، سواء حيوانات أو طيور أو نباتات، وهذا يأثر على الإيكو سيستم اللي موجود في العالم. احنا اليوم مع الوكالة الدولية لحماية الحياة الفطرية قاعدين نتعاون نحد من هذه الظاهرة، ندرب فيها معانا الفنيين وكذلك من دول مجلس التعاون للحد من هذه الظاهرة وكيفية التعاون للقضاء عليه. الفكرة من الورشة دي هي محاولة السيطرة، مراقبة والسيطرة على تجارة الحياة الفطرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذات. الورشة دي عبارة عن إمداد المشاركين بمهارات وخبرات ومعلومات إزاي يقدروا يتحققوا من واقع التواصل الاجتماعي. الورشة تناولت محاور عدة من ضمنها معرفة الاتجاهات الحالية في جرائم الحياة الفطرية الممكنة عبر الإنترنت والدور الرئيسي لمكتب الشرق الأوسط إلى جانب تقديم لمحة عامة عن التحقيقات عبر الإنترنت. ومع تطور التقنيات وتطور الوسائل المستخدمة الآن لدى الناس أصبحت التجارة الإلكترونية غير المشروع بالكائنات الفطرية واحدة من وسائل الاتجار التي تستخدم من قبل المتاجرين غير الشرعيين بهالكائنات الفطرية. لذلك دعت الحاجة أن يكون في تكاتف دولي لمكافحة النوع من الاتجار فيها عبر هالوسائل الإلكترونية. شكل التجارة الغير المشروعة بالحياة الفطرية تحدي كبير في مملكة البحرين والعالم أجمع، وبالتالي يتطلب هذا التحدي الوقوف على ذلك من إجراءات وزيادة الوعي المجتمعي لتحقيق الردع الكافي في المجتمع. المجتمعون أكدوا أن الجهود الدولية التي تبذل في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية يجب أن تحارب المنصات الإلكترونية التي تروج لظاهرة تهريب الحياة الفطرية في المقام الأول، ومن ثم نشر الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع هذه المنصات التي تشجع الناس على التجارة في الحياة الفطرية والتلاعب بها بطرق غير مشروعة.